مرة شئنا نكون دقيقين في التعليق. قادم اللي يتخرج من قسم القضاء يذهب إلى القضاء وهو يستطيع أن يدير جلسة يلبي القضايا. ولذلك أنا أقول الجامعات ما لم تكون لديها الإمكانات والصلاحيات والحرية، يعني مع احترام وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي الآن معيقة للجامعة، ينبغي يكون وزارة التعليم العالي فوق الجميع، تعطي مظلة، تعطي سياسات عامة، تعطي أشياء إرشادات، لكن أنها تعوق الجامعات. جامعاتنا كانت عندها صلاحيات، كان مدير الجامعة على قول الشيخ حسن رحمة الله عليه، حسن هذا الشيخ، كان مدير الجامعة صلاحياته أكثر من الوزير، ومش في التأمين والشراء والمشتريات، ولكن الصلاحيات بعموما. فهذه الصلاحيات هي ليست هي يعني معيق، بالعكس هي مساعدة على التطوير، وتجعل عملية تربوية عملية سليمة، لأن الجامعة عبارة عن أستاذ وطالب وبحث علمي وأستاذ وإداري. لأن أنا بين قوسين يعني الجامعة نجحت في فترة من الفترات استقطاب أعداد كبيرة من الأساتذة العقول المهاجرة، وكان التعليم على مستوى عالي، لكن تيجي عند الإدارة ويكون الإعادة، نجيب أستاذ من أمريكا يأتي ويجد السكن ويجد السيارة وكل شيء، يأتي عند موظف صغير يعوق العملية كلها. فإذا العملية ما يمكن نقفصها، الأستاذ ببحثه العلمي بإمكانياته بكتبه بأدواته بإمكانات البحث العلمي، لأن البحث العلمي كذلك ينبغي أن يكون بحث علمي تطبيقي، مش الأستاذ يترقى على بحثه الذي درسه ولا ينتج شيء للمجتمع، لا. فالأستاذ إذن بكل محاوله، أنتوا أنا في الجامعة أنتوا عارفين، الطالب كذلك ينبغي أن يكون طالب يعطى الفرصة لكي يكون قائد في المستقبل، ما عامله معاملة أطفال في الجامعة. هنا يحتاج هو إلى فكر جديد وأسلوب جديد وتربية. أنا دائما هذه التربية تحت 10 خطوط، الأستاذ مو ينقل العلم بس، ينقل التربية. أخي أنا اكتسبت خبرة وعشت كأستاذ سنوات طويلة، أنا ما أحجب عن الطالب هذا، أرشده وأعطيه جايدنس يعني وكذا، حتى يكون يتهيأ للمستقبل بوقت مبكر. كذلك بالنسبة لإمكانات الجامعة الأخرى، طبعا المكتبة والبحث العلمي والكمبيوتر وهذه الأشياء متممة لهذه العملية. نجي لذلك نطور الإدارة، يعني نحن للأسف الشديد يأتينا الموظفين كما يأتون من أي وزارة، يعني يتخرج من أي جامعة ويجيك هنا ويتحيز، أو حتى بدون مستوى الجامعة. فالروتين الذي تعلم عليه ونشأ فيه يسيطر عليه مهما حاولت أنك تسيطر. فأنا أعتقد أنه هو أيضا يحتاج إلى دورات تدريبية وإلى أداء يعني يعني يحكم عليه ترى أنت هتنجح ولا ما تنجح، ما يقعد في الجامعة عيب عليه، إما يستطيع أن يطور نفسه ويطور أداءه، وإما يعني يبحث عن مكان آخر. الأستاذ نفسه ترى في جامعات كثيرة في الخارج، يعني بريطانيا على سبيل المثال، الأستاذ عندما ينتهي في الجامعة يكون تحت التجربة، بعض الجامعات 3 سنوات، بعض الجامعات 2 سنين، بعضها 5 سنوات، إنه هل هو منتج مبدع مبتكر، يعني أضاف إلى الجامعة شيء، أو إنه الأستاذ يجي يأخذ الدروس ويمشي كإداري مع احترام الجميع. يعني في بعض الأساتذة يعني يريد أن يأتي الدرس ويمشي ويأتي الدرس كيف متفق، والكتاب قديم والمعلومات قديمة، وهذا لا. يعني هذه المسألة ينبغي أن تكون في الاعتبار. فما أقول نتطلع للمستقبل لأننا نغير فكرنا وعملياتنا التربوية تغيير جذري، مو انسلاخ من التاريخ ولا انسلاخ من المبادئ ولا انسلاخ من ما تعاليم الإسلام، وإنما هذا التطوير الذي نحتاجه يحتاج مننا إلى شيء كثير. أولا إدراك من الأستاذ نفسه، ثم من الجامعة توفر له الإمكانات والمساعدات والدورات التدريبية. الدورات التدريبية كذلك لا ينبغي أن تكون تقليدية، الدورات التدريبية ينبغي أن تكون مبتكرة وملبية للحاجة ومقتبسة من علوم حديثة. وجدنا كثير من الأساتذة
يحتفظ بكتابه المرجعي لكي يدرس الطلاب، والكتاب عمره 20 سنة. بل هنا في الجامعة شفنا أستاذ عنده كتاب عمره 35 سنة، حتى نظريات اللي فيه تغيرت. فلذلك ينبغي هذه العملية، أنا يمكن عاجز عن عملية تربوية ديناميكية تشتغل فيها الجامعة بكل أطرافها وأجزائها ومكوناتها، وتكون تحت التقويم المستمر. نحن تفتكروا كما الجامعة الملك عبد العزيز عملت دورة تدريبية للأساتذة والعمدة، وجو الأساتذة هنا شرحوا لنا كيف يمكن أن العملية التقويمية تكون فعالة وتشرك حتى الطلاب في التقويم. الطلاب ينبغي لا يهملوا، ينبغي يشاركوا أفكار الشباب دائما جديدة ومبتكرة. فالدورات التدريبية قالوا لنا الدورات التدريبية مو جاي أدرسك أنا شيء جديد وأدرس العلوم، طب أنت محتاج العلوم، تقرأ لنا الكتاب، أحتاج أعطيك سلوك وأداء وإنتاجية وحركية بحيث أنك أنت تكون لك فعلا مساهمة فعالة في العملية التربية في الجامعة، وأن لا يكون الدورة التدريبية مجرد شكلية للحصول على ترقية أو الحصول على شيء أو مجرد المشاركة. فأقول نحن في حاجة إن شاء الله، نحن الآن نتطلع إلى المستقبل. المملكة الآن إن شاء الله عدد المبتعثين أظن 70,000 كل التخصصات، هم سيعودون بالماجستير والدكتوراه وسيعودون للجامعة، لأن الجامعة عانت في فترة من الفترات عدم وجود أساتذة سعوديين، واستخدمت معاملة رخيصة، يعني أساتذة من جامعات يعني دخلهم أقل، فلذلك ما ينبغي هذا أن يكون. والتنويع أيضا ضروري، فأنا من دعاة إنه الأستاذ السعودي لوحده ما يكون في الجامعة، لابد إنك تجيب أحد يشارك في المنافسة وفي الإنتاجية وفي الإبداع. طبعا ما تجيب ناس مرميين هناك، تجيب ناس منتجين معروفين ببحثهم العلمي وبإنتاجهم وبمساهماتهم في الاستشارات. المساهمة في الاستشارات في الخارج مهمة جدا بالنسبة للأستاذ الجامعة. الأستاذ الذي ليس له مشاركة في البحث العلمي وفي الدراسات الهادفة في الجامعات المختلفة في المؤسسات يكون أقل حظا في الجامعة نفسها. أنا أخذ شوية أكثر من 10 دقائق. شكرا شكرا. الأستاذ عبد الله نصيف شكرا على هذا الحديث عن المستقبل. انتقل إلى معالي الأستاذ الدكتور الزميل غازي عبيد المدني مدير الجامعة السابق وعميد كلية الاقتصاد والإدارة الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذه اللحظة أعادتني حوالي 38 أو 39 سنة إلى الوراء حينما عدت وتخرجت وجيت لهذه الكلية، وكان يمكن كلكم لم تكونوا موجودين في تلك الأيام غير بعضهم هم بعضهم ما ولد الدكتور مدعي. من حسن حظي إني أنا أتحدث بعد أساتذتي معالي الدكتور رضا معالي خالد عبد الله، وبالتالي هم كفوني بكل بعد حدث، فأنا أحيلكم لهما وخلاص. لكن لا بد أن أتكلم، بقول كلمة ما يصير ما أتكلم، إذا ما أتكلم دحين ورا كلام كثير بعد. في الحقيقة أن الجامعة وجدت بهدف واحد رئيسي مثل ما ولد الكتاب زمان، وهو التعليم. يأتي بعد ذلك أشياء كثيرة، لكن التعليم هو الهدف الأساسي. إذا فشلت الجامعة بالتعليم فقد فشلت تماما. ولذلك يجب الاهتمام بكل ما يساعد وينمي العملية التعليمية. أول عنصر في العملية التعليمية هو الأستاذ. شكراً لكم. طبعاً العملية التعليمية تشمل أشياء كثيرة. اسم الجامعة كما تفضلوا على أساتذة الكبار وأشعروا.
جامعة في عندنا إن شاء الله.